أهداف نسبة ممتازة جدا، بتتكلم على 36 هدف في تاريخ لقاءاتهم في مبارياتهم أمامية بوجه القدم 2-2. تمركز دفاعي خاطئ جدا، خطيرة خطيرة خطيرة. فرنانديز والهدف الأول يا ولد، جول جميل جميل جميل، جول جول أول نادي الشارقة. يسجل كايو لوكاس أول هدف في المباراة، يسجل أول هدف في المباراة، لكن تمركز دفاعي كارثي. بص هنا فرنانديز باع نفسه بشكل غير طبيعي، المدافع الثاني جنب اللاعب عبد السلام محمد، تمركز دفاعي خاطئ جدا. والشارقة من تاني مرة يصل، يسجل الشارقة أول أهداف في اللقاء. شوف الكرة، شوف الكرة هنا، شوف فرنانديز تمركز دفاعي، شوف عبد السلام هنا التمركز. لحظة غريبة عجيبة جدا جدا، سرحان وتوهان، وجه قدم جميل جدا جدا، تمثيلية روعة وكرة جميلة وربط حلو قوي. وجه قدم اتنين، وجه قدم خارجي اتنين، بص اتعملت ازاي، شكلها حلو قوي. هدف غريب، وجه قدم خارجي من الباك الشمال هناك بالقدم اليمنى، ونفس الكلام هنا من عثمان كمارة. توقيت، التوقيت والتايمنج جميل. هدف على فكرة يعني شكله حلو، هدف مرسوم، بص مرسومة بوجه القدم الخارجي لبره، وادي برضه نفس الكلام زي ما اداله ادى على طول لكايو لوكاس عثمان كمارة. وكايو يعني نفذها حلوة قوي، كايو نفذها حلوة قوي، جميلة جميلة. عمر الشوط الأول من هذا المساء، تمشي على طول الكرة أمامية، انطلاقة تاني لمهدي قايدي، واحد ضد واحد، واحد ضد واحد، مهارة عالية من إيراني جميلة مع اللاعب مانولاس العرضية، أو مع اللاعب هنا بتاع العرضية شاهين عبد الرحمن. كان في اللقطة الأخيرة شاهين عدى من شاهين طريسة حلوة، تمشي على طول الكرة تاني، تصويبه تعادل، قنبلة، جول جول، روعة روعة روعة، الله، هدف جميل 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 جميل. اتحاد كلباء يعود بهدف رائع جدا عن طريق فيليب كيش، او فيليب كيس هنا، يسجل هدف حلو قوي، يسجل هدف جميل جميل بوجه قدم ممتازه. هذا فيليب كيس يسجل هدف حلو جدا لصالح نادي الاتحاد كلباء، يعود بقنبله، يعود بشوطه قويه. وعلى فكره في اخر يعني اخر مواجهات الفريقين، اخر 10 اهداف كلهم من داخل منطقه ال 18. اخر لعيب سجل يعني كان اللاعب، طبعا اللاعب الخطير جدا واللاعب شكروف، كان سجل خارج ال 18، لكن اخر 10 اهداف كلهم من داخل ال 18. والنهارده حتى هدف يعني تسديده جميله جدا يغير بيها الارقام القياسيه اللي تجمع الفريقين هنا في نادي كلباء. اذا فيليب كيس يسجل هدف قنبله جميله، يعود فريق نادي اتحاد كلباء اللي متوقع النهارده مع عند ركله جزاء، وعندنا حارس المرمى الحارس عيسى الهوتي، ما بيجليش ما بيجليش، جول جول تاني بالنسبه لكايو لوكاس. كايو لوكاس يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني كايو لوكاس. وادي الفاميليا بتاعه الكايو لوكاس، والهدف الثاني الجميل، الهدف الممتع الجميل، هدف الممتع الجميل. يبعت هو السلام للعائله، ويبعت الهدف الثاني الشخصي ليه في احلى بدايه لاي لعيب كوره محترف، واي لعيب كوره موجود، واي لعيب كوره متواجد، واي لعيب كوره مقيم، واي لعيب كوره مواطن، واي واحد يبدا بدايه ممتازه بهدفين في 35 دقيقه. نادي الشارقه كايو لوكاس يسجل هدف جميل جميل، ركله جزاء، هدف ثاني ممتاز، هدف ثاني ممتاز. لكن هناك علامات استفهام على اداء اللاعب عبد السلام محمد. اشتغل عليه انت فلسفتك كمدرب، ركلة حرة مباشرة، خطأ لياندرو، سيب الكرة على طول تاني، تصويب، علامة يا ولد، الله، اتحاد كلبة، ده اتحاد كلبة بتاع التصويب، بتاع التصويب، بتاع الأهداف في الفيديو كليب، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. لياندرو لياندرو، لا درويش ما تقدرش تعمل لها حاجة، درويش ما تقدرش تعمل لها حاجة يا درويش. الله الله، على الهدف التاني لصالح اتحاد كلبة. والله الماتش ده مبشر جدا، الماتش ده مبشر جدا لسيزون جميل، لسيزون جميل جميل جميل. اتحاد كلبه بتاع التصويبات، اتحاد كلبه بتاع اللا مستحيل، اللا مستحيل. بص الكوره، وادي الفاول، ادي مهدي، مش بقول لك الاولاد دول ممكن يجي منهم كتير، دي فرقه يا جماعه الرابع والخامس والسادس بتاعها طبيعي جدا. المجموعه الاسماء اللي مع فرقات مجيدي دي، الامر الطبيعي بتاع المركز السادس ده عادي جدا، والخامس عادي جدا، والهدف روعه جدا جدا. الله الله الله، اهداف بلمسات وباللمسات، والان اتحاد كلبه يعني اهدافه بالتصويبات، بالتصويبات ما بين اللمسات واللمسات والغمزات الجميله تاتي اهداف نادي اتحاد كلبه. هدف بزغرت على يسار اللاعب درويش، ما حرموش درويش من حاجه، ما حرموش درويش من حاجه، ادوا له في اليمين وادوا له في الشمال.
الكرة الثانية لفيليب كيشة صاحب هدف المباراة الأول لصالح اتحاد كلبة. كرة خطيرة في مساحة ممتازة 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 في البعيدة جول. يا ولد يا لعيب يا كبير يا لعيب يا كبير يا فرهاد يا ولد. مهدي القايدي مهدي القايدي يراهن على أو فرهاد مجيدي يراهن على مهدي القايدي. الهدف جميل 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 يا ولد. الله 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 الله. شوف النكشة الحلوة. المهارة المهارة في الآخر هي اللي تتكلم هي اللي تحكي حكاياتها. ونادي اتحاد كلبة يسجل هدف رائع 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 لمهدي القايدي. أول أهدافه في المسابقة لكن هدف جميل. شوف النهاية بتاعته نهاية حلوة قوي. النهاية بتاعت الهدف نهاية سعيدة جميلة. شوف الكرة شوف الكرة تمركز خاطئ أيضا لدفاعات فريق نادي الشارقة. بص 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 اللطشة بتاعت الجول دي بقى لعيب كورة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. بالقدم اليسرى والقدم اليمنى يا رسام ده رسام 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 رسام. لا هدف هدف حلو قوي يا ولد يا ولد يا ولد. الثانية دي بتاعت لعيب كورة كبير. الثانية بص بص يا ولد يا ولد حلوة قوي قوي حاططها جميلة جميلة. خلاص دي خرج الحارس من اللعب خرج الحارس وخرج الدنيا كلها من اللعب يا ولد. هدف جميل جدا. لا 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 اتحاد كلبة الرابع والخامس والسادس والحاجات دي كلها السنة دي طموح عادي جدا. اتحاد كلبة بمجموعة اللعيبة دي بالحرية اللي واخدها لياندرو بالحرية اللي واخدها مهدي قايدي. الأمامية تاني أقصى الجانب الأيمن تحول لصالح نادي الشارقة. الآن هذه المحاولة خطيرة والتعادل يا ولد. الله هدف جميل جميل. الكسر ما يتسبش ده ما يتسبش لابد لا يترك لكن على طول يسجل الكسر. هدف جميل جميل جميل. إذن واحد من البدلاء الذهبيين طبعا الكسر لعيب كبير قوي 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 يسجل هدف جميل جميل جميل. إذن الكسر يسجل هدف حلو قوي في غياب الرقابة في غياب الرقابة. فرنانديز ده لا لا فرنانديز فرنانديز ده يا جماعة بيغلط ألف فيه كورة. شوف فرنانديز ده التمركز بتاعه رقم 6 كارثي كارثي. بص 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 هرب منين. إنما مش في كده إنما في احتكاكه وفي امتصاصه مع الراجل. أنا ممكن أتمركز غلط بس حضر مع الراجل. لكن شوف هنا فرنانديز وشوف أيضا المتابعة بتاع الاثنين القلب الدفاع والأهداف الستة في المباراة. تمشي على طول الكرة تاني لمسة محاولة أمامية تاني خطيرة خطيرة الكسير والرابع الشرقة بالخبرة شرقة بالخبرات باللعيبة الكبيرة بالهمسات الجميلة يسجل رابع أهدافه. الله الله الوان بريرا بريرا والكسير تبديلة موفقة بتاعت الكسير. خرج منه الراجل كوزمن لما تقعد واحد زي الكسير ينزل يقول لك أنا عاوز أقول كلمتي. وادي الكسير والرقابة والخبرة الكبيرة بتاعت لوان بريرا وباقي الرفاق والكسير تفعل الفارق وتصنع الفارق بالنسبة للشارقة. إذن الشارقة تقدم 4-3 في مباراة فيها 7 أهداف مع بداية الموسم مش كتير قوي في